امير وجيه المدير الفني لمنتخبنا الوطني للسكواش رجال. اهلا بيك كابتن، نورنا على اون سبورت. الله يخليك، ميرسي. شكرا. قبل ما نتكلم في اي حاجه كابتن، عايز اعرف، اكيد بطوله الاهرام الدوليه ليها ذكريات خاصه وطابع خاص عند كابتن امير وجيه. طبعا بطوله الاهرام الدوليه يعني عند العالم السكواش كله، هي بتعتبر في مصر هي ميلاد الجيل الجديد، يعني من لما اتلعبت في اوائل التسعينات استاذ ابراهيم حجازي لما يعني كان عنده فكره الاوت دور وهو اللي طلع بالبطوله وفكرتها، وكانت طبعا هي اللي عرفت الجيل الجديد ده كله بالسكواش في مصر وفي العالم، وزادت من شعبيه اللعبه الى ان دلوقتي طبعا النسخه الجديده بقى اللي هي طبعا بنشوف بقى ابطال العالم اللي هم متصيدين في اول 10 على العالم، عندنا يمكن اول 4 مصريين ورجال وسيدات. لكن طبعا يعني الجيل القديم اللي هو بقى اساطير الاسكواش من الثلاثينات، انت عارف لعبه الاسكواش ليها تاريخ كبير جدا في مصر من ايام طبعا السفير عبد الفتاح عمرو، وبعدين كابتن محمود عبد الكريم، كابتن ابراهيم امين، طبعا كابتن عبد الفتاح ابو طالب، كابتن جمال عوض، كابتن ابو احمد عبد العزيز، كابتن ماجد عباظه، يعني هنلاقي اجيال فطاحل كتير. نقعد نتكلم بقى ان شاء الله الاسبوع كله عشان نقدر اننا نديهم حقهم، لان في اسامي كتير جدا لغايه الجيل الجديد. لكن شايف ان البطوله دي كانت صاحبه فضل على لعبه الاسكواش في العالم؟ طبعا، يعني ممكن نقول ان هي كانت من اسباب عشق ملايين من المصريين للعبه الاسكواش. طبعا انا يمكن كنت مره في رحله لليابان وكان جنبي راكب يعني من اسيا ومن، فبيقول لي انت يعني جاي تعمل ايه؟ قلت له انا بلعب سكواش. اول حاجه قال لي بيراميدز بطوله الاسكواش، يعني كانت فرحت قوي ان في اخر الدنيا في يعني قريب من اليابان ان في ناس كتير قوي عرفت ان البطوله في مصر بتتلعب تحت سفح الاهرامات. طبعا ده مكان تاريخي، ناس بتحلم ان هي تيجي تزور الهرم، تخيل بيلعبوا سكواش وبيلعبوا تحت سفح الهرم، دي يعني رساله جميله جدا ودعم للسياحه الرياضيه. كابتن امير وجيه بشكل شخصي لعب في بطوله الاهرام الدوليه قبل كده؟ انا بقى الجيل، انا اول ما بدات البطوله يعني كنت انا بدرب احمد براده، كان هو بقى اللي بدا الجيل الجديد. كنت كوتش احمد براده؟ طبعا كنت بمرن احمد براده في 94 لما كسب بطوله العالم للناشئين، هو بروفيسور كابتن فايزي. ما شاء الله يعني. ما لسه بلعب شويه لسه يعني محافظ على الرياضه كل يوم. ما شاء الله. وطبعا انت عارف بدات من 94 ما خد بطوله العالم للناشئين احمد براده وبرولوسي وفايزي ومستكاوي كمان محمد ريتا ومحمد عبد السلام، الجيل كان جميل جدا، هو اللي بدات من البطوله من 95. كسب بطوله العالم فرق الناشئين تحت 19 سنه، كانت في نيوزيلندا فردي وفرق. تمام. كان اول مره مصر بتفوز بطوله العالم للناشئين تحت 19 سنه، المركز اول وثاني كان احمد براده وعمر البرلوسي، وجي احمد فايزي الثالث، وكان معانا كريم مسكاوي في الفريق، وفي طبعا كابتن عماد الريت ومحمد عبد السلام اللي هو شهير بالروسي، كان معاهم كانوا 6 ابطال بقى. هم ده الجيل الجديد اللي بدات يعني من 94 بدات لعبه سكواش تخش في المرحله الجديده بقى وتنتقل للعالميه مع الجيل الجديد. لكن في الوقت ده كانت انجلترا وباكستان هم اللي كانوا ليدنج شويه في السكواش، كانوا هم مسيطرين جامد. انت عارف ان السكواش ليه تاريخ كبير قوي في مصر من الثلاثينات، لو هنرجع لاول الثلاثينات طبعا كابتن عبد الفتاح السفير عبد الفتاح بيه عمرو، وبعدين كابتن محمود عبد الكريم، كابتن ابراهيم امين، كابتن عبد الفتاح ابو طالب، كابتن ابو عبد العزيز، هنيجي بقى للجيل كابتن جمال عوض، ودول طبعا في بقى اجيال كابتن جلال علام وكابتن عباس عود واحمد صفوت، اسامي كبيره جدا مش عايز انسى طبعا. دول يعني كان الجيل الذهبي بقى للسكواش. بعدين جت فتره توقف، ومن اوائل التسعينات بقى مع الخطه الشباب الرياضه الجديده مع دعم الدوله للبرنامج الناشئين، وظهرت جيل احمد براده وبرلوسي وفايز ومزكاوي من 94، وانطلقت بطوله الاهرام 95، وكانت بدايه يعني بقى ايه نقله ثانيه خالص للسكواش عالميا. اكيد كابتن، من خلال متابعتي ليك دايما على السوشيال ميديا بلاقي ان في اجانب كتير جدا بيجوا لك عشان يتمرنوا تحت قيادتك، سواء اسيويين سواء اوروبيين، ده بيبين قد ايه ان مصر بقت مدرسه لوحدها في الاسكواش. وفي الحقيقه طبعا يعني الحمد لله انا من فتره طويله وانا يعني بحاول ابني في اسمي وبجتهد جامد جدا، وكان فرصه جميله ان انا بمرن منتخب مصر من وانا كنت مساعد مدرب، وبعدين انتقلت مع كابتن عباس كعود وكابتن عبد العزيز، وانتقلت لان انا اخذت المسؤوليه الفنيه بعد كده كدور اول، والحمد لله في ثقة غالية جدا، وبيبداوا يعني اللاعبين بيجوا في الصيف دايما المعسكر اللي بعمله لدعم السياحة الرياضية بيبقى دايما في اكتر من 65 70 لاعب من اكتر من 8-9 دول مختلفة من اسيا ومن اوروبا ومن ساوث امريكا بيجوا، فالحمد لله رب العالمين ان يعني كل سنة المعسكر بيبقى انجح وانجح، ومش هيلاقوا احلى من مصر وان هم يجوا يتمرنوا هنا. طب ازاي ممكن الدولة تستفيد بنجاح الاسكواش بهذا الشكل الفائق، النجاح اللي يعني فائق بشكل
مبهر للعالم كله. ازاي احنا ممكن نستغل ده بقى؟ يعني يجي لنا لاعبين ولاعبات من كل انحاء العالم، نستغل ده في النواحي بقى السياحيه. طبعا هو بدا طبعا الاتحاد المصري للسكواش، طبعا مجلس الاداره ما عمل دوري المحترفين، دي كانت خطوه جميله جدا ان في كل دوري في دوره مجمعه بيبقى في كل فريق بتاح ان هو يسجل لاعب ولاعيبه دوليين، بالتالي ان بدات الدوري المصري ما بقاش بس دوري محلي، بقى دوري دولي وبيجي ناس عالمي، دوري عالمي بيجي ناس محترفين يلعبوا في مصر كتير، بجانب ان معظم اللاعبين المصريين اللي هم سافروا في اوروبا دلوقتي وامريكا بيشتغلوا كمدربين بينزلوا اجازاتهم في الصيف هنا وبيقدروا يعملوا معسكرات مع لاعبي الفرق بتاعتهم، ودي خطوه جميله جدا. وبدات بطولات ناشئين دوليه بتبقى في الصيف دايما، بطوله العرب الدوليه، بطوله مصر الدوليه، فيعني دي بتبقى في يعني برنامج الناشئين هو للمستقبل، هو الفيوتشر، هو اللي بتيجي اللاعب الناشئ بيجي معاه اهله، ما بيجيش لوحده، انت عارف طبعا ده الرجال بيجوا كلهم مثلا معظمهم بيجي مع الوحده او مع الكوتش بتاعه، لما بيجي ناشئ مصر بيبقى دايما جاي معاه بابا ومامته واخواته، كل ده بيدعم السياحه اكيد، بيبقى دعم السياحه، وبتبقى طبعا رساله جميله جدا. لغايه دلوقتي اللاعبين اللي جم الكامب بتاعي في الصيف من هونج كونج ومن كوريا الجنوبيه بيحطوا على البروفايل بتاعهم صورتهم هنا في الهرم لما جينا زرنا الاهرامات، فدي حاجه بتسعدني جدا جدا ان هم يعني دي تبقى يعني حاجزين للسنه الجايه كمان، السنه الجايه تبقى اكبر واكبر ان شاء الله. لكن كابتن بتشوف ان وجود اللاعبين المحترفين في الدوري بتاعنا هنا في مصر ده شايف ده شيء ايجابي ولا ده ممكن مع الوقت يزعزع صدارتك للسكواش؟ بالعكس هو شيء ايجابي جدا، اللاعبين الدولي احنا مصر لو هتقفل على نفسها مش هنتقدم، لازم عشان تتقدم وتحافظ على الرياده لازم يبقى في منافسه، ومنافسه قويه جدا، واحنا طبعا مش ساكتين. يمكن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انا بشكره جدا على الفكره الجديده اللي بيعملها اللي هي المشروع القومي للموهبه، في ان شاء الله مشروع هيظهر النور قريب في مراكز الشباب، اللي انت عارف لعبه الاسكواش لعبه يعني كانت مقتصره على فئه المتوسطه وال يعني لعبه بيقولوا الاغنياء والاثرياء، يعني ان هي لعبه مكلفه جدا. وزاره الشباب والرياضه بتوجهات من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اللعبه تبقى لعبه شعبيه وهتبقى في مراكز الشباب ومتاحه مجانا ل 1000 ناشئ بيتبناهم وزاره الشباب والرياضه بدعم قوي جدا. طبعا الحمد لله بحب اشكر يعني فعلا ده انطباع وزاره الشباب والرياضه يعني والبنك الاهلي ان هو بيتبنى هذا المشروع لانه مشروع قومي، وان شاء الله 1000 ناشئ انا شايف ان هي بتحافظ على الرياده والاستمراريه في التفوق. شيء هايل جدا. لكن كابتن بتشوف ان يعني وجود الكم ده من الناشئين اللي كل شويه بقى موجود في الاكاديميات، كنت لسه بتكلم مع كابتن اشرف حنفي امبارح بيقول لي احنا كنا في اكاديميه بلاك بول وبقينا عايزين نفتح مكان تاني لاستقبال الكم من الناشئين الصغار اللي بيحبوا لعبه السكواش، ده بيبين لك قد ايه ان اللعبه بقت ليها شعبيه كبيره قوي. شعبيه كبيره جدا، انا بحب اشكر الاعلام، بشكره جدا جدا على الدور الايجابي جدا اللي هو خلى اللعبه بقت دلوقتي يمكن تاني لعبه شعبيه بعد كره القدم في مصر لعبه السكواش. وحظنا الجميل ان كل ابطال مصر العالميين متوزعين على معظم الانديه، مفيش لاعب خمس ست لاعبين متقدمين في نادي واحد، فدي كانت ميزه كويسه ان كل اكاديمي قدامها مثل اعلى وقدامها رول موديل كبير ان هم بيبقوا نفسهم يوصلوا في سبورتنج، في مثلا نلاقي نور الشربيني وفارس وزاهد شيرين كل اللاعبين بيبصوا لهم الصغيرين هم عايزين يوصلوا لهم في الاكاديمي، في اكثر من 500 لاعب هنلاقي في النادي الاهلي كذلك، في كريم عبد الجواد وفي مصطفى عسل بطل العالم الناشئين وياسرب، وتلاقي كل برده الاكاديميات مليانه، في بالم هيلز عندي كامل العدد الاكاديميه فل. الحمد لله رب العالمين، يعني بفكر ان في الفيز الجديد بتاعنا يبقى فيه اكتر من 12 ملعب لان الاكاديمي يعني فعلا فول، وبنستقبل معسكرات دوليه على طول السنه مش بس في الصيف، كان لسه منتخب ماليزيا معسكر معايا استعدادا برضو للبطوله هنا، فيعني انا شايف ان الاكاديميات خطوه جميله جدا بس عايزه تبقى شويه يبقى فيه شويه تقنين ونظام من قبل الاتحاد عليه. كابتن كنت موجود زي ما بتقولي في بطوله الاهرام الدوليه سنه 95 وموجود دلوقتي زي ما احنا شايفين اول السطر بدون مجاملات، شايف دلوقتي الدنيا اتطورت في النواحي التنظيميه؟ شايف الدنيا هنا كل شيء جاهز كل شيء على ما يرام، ولا زمان كانت التنظيم يعني كان افضل؟ طلع في مكان تاريخي عملاقه، فطبعا في انا بحب اشكر تديني دقيقه واحده، انا بحب اشكر طبعا وزاره الداخليه على المجهود الكبير جدا. زمان الواحد كان بيخش مثلا على اللجان او تفتيش الوصول هنا للملعب الزجاجي كان بيبقى برضو بتاخد شويه وقت، انا شايف موضوع لذيذ سهل جدا، في مجموعه شباب جميله جدا جدا جدا، وزاره الداخليه عامله مجهود كبير جدا، ملحمه يعني كله يعني
في نساء مع بعض، سواء تذكرتي وزاره الداخليه، المسؤولين الموجودين، الشباب الموجود، وزاره الرياضه، كل شيء. يعني اتحاد المصري للسكواش، اللجنه المنظمه، مجهود كبير جدا. عمرو مانس اي ايفنت بصراحه بيعمل مجهود جدا، بيحب النجاح، بيحب التحدي. بكل بطوله بنلاقي حاجات جديده، حاجات جميله. فطبعا من يعني دوت بيساعد ان طبعا الناس تيجي من كل حته. انا شايف السنه دي الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الكويتي واصل، رئيس الاتحاد السعودي جاي، رئيس الاتحاد الاردني، يعني في ناس كتير جدا بتيجي لشعبيه اللعبه. والمكان الجميل اللي احنا بنلعب فيه ده يعني من اعظم الاماكن في العالم كلها. اكيد برضه ندي عمرو منسي حقه في جزئيه مهمه جدا، وهي التنظيم. يعني هو كان حاطط بلان وان، او الشيء الطبيعي ان الدنيا تمشي بشكل طبيعي، ان اول يومين في نادي الصيد عشان في ماتشات كتيره جدا، وبدايه من اليوم الثالث ان تقام اللقاءات هنا في الملعب الزجاجي للاهرامات. لكن كان الجو زي ما احنا سمعنا الدنيا هيبقى فيها شويه مشاكل. فعمري ما كنت بتكلم معاه قال لي لو حصل كذا يبقى في كذا، اليوم الثاني هيبقى كذا، اليوم الثالث كذا. فده نجاح انك تبقى حاطط الحل والبدايل وكل شيء انت عامل حسابه، ما بقاش في شيء يجي لك عن طريق الصدفه. ده اللي يعني النجاح من بطوله لبطوله. يعني عمرو اكتسب خبرات كبيره جدا في الجونه، بعدين اكتسب خبرات كبيره جدا على مدار الايفنتات الكبيره اللي بينظمها. هو طموح جدا، بيقرا، بيسمع، معاه تيم جميل جدا بشكرهم كلهم. يعني عمرو معاه تيم، عمرو شربيني، خنور شربيني، هو قائد كتيبه المناره كواليس، بشكره جدا على المجهود الكبير صراحة. يعني جندي مجهود بيحب النجاح اكيد. طيب كابتن، خلينا ننتقل للحديث اكتر عن لقاءات البطوله لغايه دلوقتي. كنت لسه بتكلم مع المشاهدين ان حصل اربع مفاجآت في بطولات الرجال بالتحديد، مفاجآت قويه جدا ان يطلع المصنف الثاني على البطوله، طارق مومن، ميجيل رودريغيز من كولومبيا، ديجو الياس، سيمون رازنر. اربع مفاجآت قويه جدا. هي دي حلاوة الرياضة، دي حلاوة الاسكواش، هي حلاوة الاسكواش والرياضة، ان دايما بيبقى انت مش متوقع ايه مين اللي هيكسب، ودي اللي بيخلي الجمهور بيتشوق.